خلاص ما بشي. غزل 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 زعلون عصبت. هلا شو اخباركم؟ اليوم راح اسوي مقلب التجارب في غزل، اول مره اسوي لها مقلب، ان شاء الله يضبط. يلا نروح. قبل ما نروح لا تنسون لايك شير سبسكرايب. يلا نبدا المقلب. بنات مستعدين للطلعه؟ اليوم راح نروح المول نشتري ملابس والعاب حلويات. يلا نروح. يلا قبل ما نروح لا تنسون لايك شير سبسكرايب. يلا نروح بنات. يلا وصلنا المول. يلا نزلوا. ياه وصلنا محل الملابس. يلا روح اشتروا لكم ملابس. يلا روح اختاروا اي ثوب تبونه. بنات شو اخترتوا؟ اخترت هذا وانا هذا. كلكم خليتوا الطقم؟ ايه. اريال واو بيطلع حلو عليكم. بس اشوف غزل احس ما راح يطلع ليش حلو. بلا حلو. لا لا احس ما بيطلع ليش حلو. هذا راح يطلع ليش حلو. هذا الاصفر. لا هذا مو حلو هذا طقم زلام. حبيبتي غزل ردي ردي اسمعي كام. الله ردي ردي كوني شاطرة. خذي هذا يلو حلو. ابدا مو حلو هذا الطقم نفسهم. بيطلع حلو عيش اصفار يلو مو عيش مميز. لا ما ابا. غزل شوفي ايش ما تسمعي الكلام. غزل ابا نفسهم. انتي قلادة؟ خلاص كلهم اشتروا مثل يلو. لا لا اريد هذا وانا بعد هذا وانا بعد هذا. حلو خلاص خذي هالوردي. خلاص ما بشي الملابس. ليش؟ شلون تزعلين انت على فكرة؟ خلاص ما بشي. غزل 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 زعلت زعلت. تريد نفسكم تريد طقم. غزل اشتري ايش من المحل. يلا بنات كلموا غزل. غزل لا تزعلين بسرعة تزعل. صح. غزل اليوم انا وريم وسوس بنطقم. الا انا. زين ليش غايره؟ ليش؟ انا قلت اشتري قلت ما تبين. غزل لا تزعلين. عندنا محل العاب. يلا اشتروا اي لعبه تريدونها. هاي انا بعد اريدها. انا بعد اريدها. كلكم طقم؟ ايه. ريم هاي اللعبة؟ واو العابكم وايد حلوة بنات. جنة ريم لعبتك وايد حلوة. شفا لعبتك وايد حلوة. سوسة بعد وايد حلوة. اشوف ليش لعبتك غير عنهم؟ بلا حلوة حبيتها. حبيتيها؟ هي. بس ما فيها شنطة ما لهم فيها شنطة. هي صح شو؟ وايد حلوة. عادي ابا هذه. رجعيها رجعيها مو حلوة ابدا. ليش؟ مو حلوة شوفيها ما فيها شنطة ولا فيها شيء. شو الفايدة منها؟ اوكي بشتريها. اشترينا هذه؟ لا 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 هاي بعد مو حلوة. خذي شيء ثاني خذي شيء ثاني. شو آخذ؟ خذي هذا خذي هذا. خذ هذا حلوة. هذا ولد. ولد هذا؟ هي. خلاص خلاص رجعي. خذي هذه. لا مو حلوة. ما تحبي اللون الأزرق؟ عندها مشاط حصان وشنطة. إذا خلاص اشتروا نفسكم. نحن ما نحب. ها غدا مو لازم تشترين كل شيء نفسنا. وانتوا ليش تشترون نفس بعض؟ نحن نريد تشترين نفس بعض. وانا اريد مثلكم. نحن مري. واش خلاص ما بشر. ليش زعلتي؟ غزل 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 زعلون. عصبت. او ماي جاد الله يعيننا عليها. مشكلة انها صدق غزل شوي زعولة. يا الله تزعل بسرعة. غزل سوري والله. خلاص خذي اللعبة اللي تريدينها. ما بشوف. غزل لا تكوني حزينة كل ساعة مو زين. غزل حبيبتي لا تزعلين ابعدوا عني. غزل 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 تعال قومي لا تزعلين. مامي يلا مشي. قبل المحاسب اريد هذا. وانا بعد اريد هذا. وانا بعد. الله وايد حلو. خلص ما لقيت نفسهم. ماتشي ماتشي. شوفوا كلهم خذوا الطقم الا مسكينه غزل ما لقيت. خلص شو نسوي؟ ما خفت. يلا نروح. يلا تعال تعال يلا.
نحن بستي. وايد حلو. خذي لك واحد. ما بس. صور الصداقة خذي لك. هيك. شوفي يلا خذي يلا. خذي. شفتوا أن قلتم اليوم قاعدة تدلع؟ صح كلامك. تدلع. شيخ ريد آيس كريم. آيس كريم؟ هي. أوكي. ياي. تبي آيس كريم؟ أريد هذا شكله. أوكي. تبي آيس كريم؟ أريد هذا. نفس شفاه؟ هي. سوسو؟ أريد نفسهم. نفسهم؟ كلكم نفس بعض؟ هي. وأنا أريد نفسهم. يلا بنات يلا بطلب لكم الحين ثلاثة آيس كريم. أنا نفسهم. أنتي فيش لود مو زين عليك. بلا ما فينا نارين. اوكي بطلب ايس كريم الصغير جيبها وان سمول نو نو ما ليش ما خذيتي بس حلو حجم الصغير زين لك اريد نصه اريد الكبير ماشي ماشي يلا بنات يلا نروح يلا. يلا وصلنا الملاهي نركب هذه اللعبة قطار سريع نركب اوكي بس غزل لا غزل غزل زعل زعل خلينا نقولها مقلب يلا غزل بقول لك شيء تجاهل غزل كيف كان المقلب؟ أبدا مو حلو زعلتي؟ حبيبتي الحين بنعوضش بنشتيلش كل شيء نفسك فيله وحتى إذا تريدين تلعبين ما خليش تلعبين نشتيش أي شيء وكنا متفقين كلهم متفقين عليك هم اللي جابوا المقلب أصلا أنا راح أسوي لكم أقوى مقلب يلا بنلعب؟ يلا يلا ياي واخيرا بنلعب كريم ياي يلا حجم الكبير بعد ايس كريم شوكليت انتم قبل كنتوا تغيرون الحين انا غايركم غزل اعطيني غزل قاعد تغايرهم قاعد ترجع لكم المقلب بنات غزل كيف كان المقلب؟ البداية مو حلو، آخر شي صار حلو. أوكي. وصلنا محل اللعب يلا اشتري أي لعبة تريدينها غزل؟ الله خالي. تريدين هذه؟ إيه. أوكي. شكراً. عفواً روح حاسبين يلا تعالي حاسب يلا. يلا. شيخ أبي اشتري هذا. أوكي. يلا روح حاسب. ضبط المقلب. أصلاً روح حاسب يلا. اشتريت كل شي اللي اشترونه البنات. صح. حبيبتي يلا روي البيجامه خذيتيها طقم هيه واو كلهم نفس الشيء كيف كان اليوم وايد حلو جنن هيه صراحه جنني جنني براني خضار جبن مارغريتا اي واحد اريد بيتزا رانش اوكي بجهز لها احلى بيتزا جاهزه تسليم تفضلي شكرا عفوا كم بعشرة خذي باي باي يومي يلا بروح البيت وباكلها شو اسوي الحين؟ عادي بمسحها وباكلها مملكة كل شيء طايح في الأرض شو اسوي اوكي؟ بس ليش خصم تشترين اي بيتزا بخمسة؟
ما عندي. أنا حاولت أساعدك بس ما في فلوس، ما في بيتزا. سوري. خسارة، راح أكلي عليه. جوعانة. خليني أطلب بيتزا. شكرا بدون طلبية. أنا وايد وحدة بيتزا خضروات. تمام، راح أجهز لك أحلى بيتزا خضروات. باي. ييي، جوني بيتزا. يلا جهز الطلبية للزبون. بيتزا خضروات. يلا راح أوصل الطلبية للزبون. ايش ما يشتغل؟ يا رب الاسكيوتر ما في إلا شحن، مو وقته. يا ربي شو أسوي الحين؟ بتأخر على الزبونة. تريدين مساعدة؟ هل السكوتر مالي خربان مو قاعد يشتغل، والزبونة مستني طلب. شفت أنا وصلت طلبي للزبونة، والمقابل لو وصلت البيتزا راح أعطيش بيتزا مجانية. انتبهي على البيتزا ووصليها بسرعة. أوكي أوكي، لا تخافي. أعطيني حبة بيتزا. قطعة بيتزا؟ لا لا لا، ما يصير. ليش؟ لأن هالبيتزا مش مالي، لازم أوصلها للزبون. أنا عجوزة مسكينة، حبة واحدة ما راح تضرش. أوه حرام، مسكينة عجوزة، خليني أعطيها حبة. في وين قطع؟ زبون ما راح ينتبه. تفضلي. شكرا يا بنيتي، الله يجزاك خير. باي، أنا مستعجلة لازم أوصل بيتزا. باي باي. والله هذه البنت طيبة، أعطتني حبة بيتزا. بيتزا لذيذة. جوعانة يومي، بيتزا بتتعورني من الجوع. خليني أكل قطعة واحدة الزبونة، ما راح تنتبه أصلا. يامي. كانت لذيذة، خليني أكل قطعة ثانية. ما يقدر أصلاً، البيتزا بعدها كبيرة. ألف بيتزا طعمتها. جوعانة. تأخروا ساعة علي. الحمد لله شبعت. جبت الزبونة. زبون شرطي. شكرا. عفوا. اريد فلوس. خذي. شكرا. عفوا. باي. يا مي، بيتزا. بيتزا مأكولة. خلينا نروح عندها. برجعها. بعلمها درس ما تنسى. وصلت طلبية، خذي العشرة. شكرا، بس شوي تأخرتي. وين بيتزا مجانية؟ أكيد راح أعطيش بيتزا مجانية. خذي غزل. شكرا. عفوا. ياي، عندي بيتزا حقي. واو. يامي. اشتري. تعالوا تعالوا. شرطية؟ هلا تبيعي لي بيتزا مأكولة؟ أنا ما بعت لك بيتزا معقولة، طلعت لك بيتزا كاملة، والدرايفر وصل لك إياها. إيش سوى؟ أنت أكلت البيتزا مالي؟ لا لا، ما قد أعطيت العجوزة. غزلتي قلت البيتزا، اعترفي. في عجوزة مسكينة قالت لي أبا أكل وعطيتها بيتزا. كذابة، أنت اللي أكلتيها. أنت مع قمع وديش السجن. غزة كانت رح تسوي له مشكلة، كانت الشرطية بتدخلني السجن. طلعيني من السجن، أنا ما أكلت البيتزا. جبتي لي بيتزا معقولة وأنا جوعانة؟ لازم تتأدبي. سامحيني شرطية، سامحيني. لا، ما رح أسامحش. هذه البنت لقتني بيتزا محبوسة في السجن، لازم أروح أساعدها. هلا شرطية، ليش حاطة هالبنت في السجن؟ هاي سرعة أكلت البيتزا مالتي، لازم تتعاقب. صح، تستاهل، حطيها في السجن. يا بنتي ساعديني أعبر الطريق،
أنا عجوزة كبيرة. أوكي حساعد. يي العجوزة تطلع مفتاح. يس. الحمد لله العجوز نجتني من الشرطي. شكرا ساعدتيني يا شرطية. يلا روح الحين. اوه وصلت العجوزة بيتها. والسجينة هربت. خلينا نروح ندور عنها. تمت المهمة. ضحكت على الشرطية. ستوب ورا الحين. هلا شرطي جايين نسبح في المسبح. جايين تسبحون؟ وين ملابس السباحة؟ ملابس السباحة؟ أوكي أوكي هنروح نلبسها. شرطية لبسنا ملابس السباحة شوفي. أوكي بس وين طوافات السباحة؟ طوافات السباحة؟ أوكي شرطي لبسنا طوافات السباحة. تقدرون تسبحون؟